السلام عليكم يا طابق، اليوم إن شاء الله حنناقش المحاضرة رقم 5 اللي هو The Best Web بعنوان الميديا أو ميديا مانجر. ناخد شوي عن باوربوينت بعدين نعدل الشباب الجانب العملي. بالنسبة للوورد بريس ميديا، الميديا باختصار هي الوسائط سواء كانت صوت أو صورة أو أوديو. طبعا الوورد بريس ميزته يدعم حتى ملفات الدوكيومنت زي البي دي اف، تقدر ترفع البي دي اف وتحطها يعمل فيه كأنها ميديا. فإن شاء الله اليوم هناخده شنو الميديا لايبرري، كيف نضيفه. الميديا لايبرري هي مجموعة من الميديا الموجودة عندك قريبة من الفيسبوك جاليري أو تصور معرض الصور الألبوم. نضيفه كيف نضيفه ميديا أو أصل معين سواء كان صورة أو صوت أو غيرها. بعدين كيف نديره إنسيرت الميديا هذه نفسها، أعد ميديا هتجد لنا المكتبة، كيف نديره إدخال الميديا هذه جوا البوست أو البيج، نقدر أخذ نعدل في بيانات الميديا. طيب أول حاجة لما نخش على الميديا يا شباب كيف ما وضع في الرسمة، نخش على ميديا قائمة هذه عليها علامة الكاميرا والميوزك، وبعدين نزور شنو لايبرري. هتطلع لك نافذة صغيرة زي البوست بس فيها صور الميديا متاعي. طيب أغلبية الصور هذه بي إن جي وجي بي جي وهكذا. وبعدين نختار أد نيو. أز نيو طبعا يعطيك حاجتين، هي دراج أو سلكت فايل. الدراج لو عندك نافذة من حديلة زي تاخد النافذة متاعك من نافذة الويندوز ودي للدراج بتاعك. لو ديت سلكت فايل حيطلع لك براوزر صاي النافذة تختارها انت من مكانها في الكمبيوتر. بالنسبة للميديا نفسها، ميديا لايبرري، عندك تقدر تبحث عن الميديا عندك لو عندك ملفات كبيرة في الموقع بتاعك الووردبريس. تقدر تدير فلتر بيناتهم وتبدا تغير فيه، وتبي مثلا على حسب التاريخ او حسب الاسم. الليست فيو في البلوك فيو هذه الناس على بك. الليست فيو عباره عن زي الفول ديتيلز اوف ميديا بتاعك، حط لك صوره ومن اللي ضايف الميديا مثلا ادمن وتاريخ اضافه الميديا. بالنسبه للجريد فيو، الجريد فيو يوريك صور بس طريقه احسن بس ما عندكش ديتيل عليها الصوره. بالنسبة للفلتر بدون عينة، فلتر تقدر تكتب كلمة معينة وتدي لها فلتر حسب الميديا بتاعك. اوكي، بالنسبة لما تدير اد انت للميديا بتاعك يطلع لك البراوزر الصغيرة تختار النافذة الموجودة عليها، تقدر تختار multiple choice او تختار بالواحد. لما تختارها هيطلع لك الصورة هذه هيدي لها ابلود على الموقع الميديا بتاعك. عندنا طبعا الصورة هذه عندنا ملفات صورة وملفات حتى صوت MP3. تو عندي ميديا موجودة أنا على الوورد بس مش قاعدة موجودة على البوست المعين. الميديا لو تعرضها على اليوزر الآخرين ضروري تحطها في بوست معين أو في بيج باش تنعرض على الزوار مثلا الموقع بتاعك. فلما بنضيفوا ميديا طبعا بخشوا على البوست وين عليه المحاضرة فاتت كيف نضيف البوست، هنديرو اد نيو تايتل بتاع البوست. طبعا هذا شنو عن طريق شنو الكلاسيك اديتر. في الجانب العملي انا ان شاء الله حنعطيكم شنو البلوك اديتر. هذا الكلاسيك اديتر قلنا هو القديم قبل اصدارات 5.0 كان يستعملوا فيه كلاسيك اديتر من 5 فما فوق يستعملوا في بلوك اديتر او اسم الاخر جوتنبرغ اديتر. تختار تايتل محتوى بعدين تضيف شنو اد ميديا. تطلع لك الميديا لايبرري متاعي، تختار الصورة اللي بتضيفها أو أكثر من صورة ودير insert to post. تقدر تستعمل الميديا لايبرري المخزن عندك بينما بنرفع صورة مش موجودة عندي في الميديا لايبرري عن طريق البوست. سهلة جدا، هتفتح الأبلود فايل يا أما دير drag and drop أو تختار select file. لو عندي ميديا معينة بنضيف لها تعديلات عن طريق شنو تخش على الميديا متاعك لايبرري بعدين شنو تدير edit. مثلا عندي الصورة هذه بتدير عليها edit، تختار الصورة هذه هيطلع لك تفاصيل عليها. تقدر تعدل alt text، قلنا alt text يا شباب شنو هي alternate text. هذه الصورة متاعك لو مطلعش على الموقع يكتب لك الكتيبة هذه picture في حالة ما كانش عندك انترنت. بالنسبة لللوكال host مش هتفرق معانا لان شنو ديما الكونكشن بين اللوكال والبراوزر ما ينقطعش يعني.
في المحاضرة اللي فاتت في الورد كم كيف تستعمل الالت مع الصورة عن طريق موقع الفيفا او لعبة فيفا 22. شوفوا الفيديو قبل المحاضرة. في بيانات مهمة يا شباب في الميديا ديتيلز، عندنا اليو ار ال اللي هو طبعا عنوان الميديا او اللينك اللي بتضيف عليه الميديا بتاعك. طبعا اليو ار ال يا شباب هذا يفرق على البيرمن لينك. اليو ار ال لو عندك ميديا خارج الموقع بتاعك فاليو ار ال هذا حيفرق عندنا. واش توريكم كيف التايتل طبعا الاسم اللي يعرض على الميديا، البيرمن لينك طبعا هي الميديا نفسها لما تضيف انت البوست او بيج معين بيجي عندها شنو بيرمن لينك او رابط دائم. ايديت ايمج بوتوم نقدر نغيره شنو طبعا التعديلات على الصورة مش نقدر. روتيشن مع عقارب ساعة وضد عقارب ساعة. سكيل تقدر تكبر الصورة متاعك، دي لها كروب تقص جزئية معينة. فليب فيرتيكال دي لها زي الميروريكي. فليب هوريزونتال ميرور يتخلي اب سايد داون او ليفت تو رايت. الكابشن طبعا هي معلومات بسيطة على الصورة متاعك. الالترنيت تكست تستعمل في حالة الصورة ما فيش اكسس الموقع متاعك على الصورة او الصورة مش طالعة اللي هي سبب معين. فالالترنيت تكست هي تطلع يقول لك بدل ما يقول لك صورة غير موجودة يعطيك اسم الصورة متاعك. description بريف معين على الميديا متاعك. وبعدين عندي شنو اخرى delete permanently تقدر تمسح الميديا متاعك من الووردبريس. كيف نضيف الميديا؟ عندك تعديلات نضيفها description الكابشن المعلومات الاساسيه دون عين اسم الميديا بتاعك. بعدين شنو لما تدير ابديت، لما تدير ابديت شنو يطلع عندك شنو تعديلات. شباب بس ملاحظه في فرق بين اليو ار ال والبيرمن لينكس، هذه ضروري تعرفوا كل حاجه. اليو ار ال طبعا حيبان عليه هنا الميديا بتاعي في ال WP content. ال WP content مفروض شنو الميجيش الشخص نفسه مفروض ميجيش عنده WP content لأنه في قدر الله هاكر يجي يلعب في الملف هذا يدير مشاكل. بالنسبة لهذه البيرمن لينك تحط اللينك هذا في البراوزر وتطلع لك صورة عادية جدا. باي توا شباب هيك كملنا الميديا السريع، خلينا نطبقه في الجانب العملي. أول حاجة هتفتح الكروم بتاعك أو البراوزر بتاعك، خشوا بالطريقة العادية جدا لوكال هوست اكسس بتنامي ونبدأ تو نطبقوا الحاجات اللي استفدنا منها في الميديا. المحاضرة اللي فاتت دوينا على الفيفا، عنديكم مراجعة. فيفا طبعا هو عبارة عن شنو بوست معين، قلنا الشباب لو نقول لهم نعطيكم لينك زيادة نقول لهم البوست هذا شنو مقصود به، عندك الير المانث الداي وبعدين التايتل بتاع البوست بتاع. طبعا قال لك في باس بروتكتد تايلي اخر مره سيبنا شنو اي اي تايلي جابوه اوكي قال لك الباس دخلناه غلط شكلنا ممكن فيفا انا نسيت والله المحاضره اللي فاتت خلاص الباس كان فيفا تول تمام. عندنا تو احنا شباب التحدي هذا ما سلموه لنا بروح عليه خمس درجات زياده يعني خمس اضعاف درجه الواجب العادي التحدي هذه في ما في هذا بس شفت الناس سلم لي كيف تدير راوند. طبعا في طريقه سهله وفي طريقه صعبه، انا اديت الصعبه طالب ده الطريقه السهله فجرب. دوينا قلنا هذا الملف بتاعي هنا يحتوي على صوره خفيفه. خلينا تو نخش على الداشبورد. طبعا الداشبورد تخش عليها تخش على اسم التايتل بتاعك الموقع انا اسمه سميته اي سي ام اختار اي سي ميلان. تخش على الداشبورد وبعدين تطلع لنا الداشبورد السايد بار اللي على اليسار. طبعا ما تاخذ اوكي الداشبورد على اليسار عندنا هذه الويلكم سكرين هذا وعندنا فوق سكرين اوبشن نقدر نطفي الويلكم من درون واكر بدون علم هذا الفتح. ب مراجعة بس على السريع هذا يسمى السايد بار، هذه يسموها المين او الويلكم سكرين بتاع المين مين سكرين وعندنا فوق سكرين اوبشن. تمام تمام نخش على الميديا شباب محاضرة اليوم. نظر على الميديا وندرو لايبرري نشوف الميديا اللي عندي هنا. تمام طلعت لي شنو تو الميديا لايبرري عندي البلاي ستيشن وعندي الابل وعندي الصوره هذه بتاع الكمبيوتر وعندي اللاب. باين نسالكم هذا السؤال جاوبوا عليه انتوا على المهل، ليش الفيفا انا مش طالع عندي بتاع فيفا انا ليش مش قاعده في الميديا لايبرري؟ معناه طالع عندي في الموقع صح
فنبيكم تجاوبوا عليه في النقاشات، وإن شاء الله أقل حاجة نشوف الطالب اللي فاهم. تمام، بضيف ميديا جديدة، دير اد نيو، يا عندك حاجة متين، يا ديري دراج اند دروب، دراج اند دروب تاخد صورة من هنا تحطها، أو دير سليكت فايز، هنختار سليكت فايز على السريع ونشوف كان عندي حاجة ميديا معين مثلا بيكتشرز، مثلا عندي صورة كاميرا هذه نقدر نديرها اوبن، بعدين شنو الورد بريس ديرها ابلود على الموقع اللوكال هوست نتاعي. بالظبط نسكروها، طبعا لو تسكروها نزور على الكاميرا نفسها نشوف التعديلات اللي عليها. قلنا الارتينيت تكست هي شنو يا شباب، هي عبارة عن شنو، عبارة عن تكست معين في حال ان ما فيش اكسس للصورة بيكتب لك على تكست، هنكتب عليها شنو هيتاتشي اسم الشركة، التايتل تغيره حتى عادي، نكتبه حتى كاميرا مثلا، كابشن معلومات أساسية أو ديسكريبشن، طبعا هنكتب مثلا كاميرا وديسكريبشن أول كاميرا. طبعا شباب هذا اليو ار ال أو اللينك بتاعي، هذا اللينك بتاعي شنو نقدر نديله كابي أو نحطه هنا ويطلع لي هذا. بجرب حاجة بس أنا قلت له كابي وحطيته هنا يطلع لي الصورة بس في هذا ده. طبعا في بعض المواقع يسكر عليك الابلود عن طريق اليو ار ال، يستعمل حاجه اسمها اتاشمنت من دواعي امنيه. تمام، بهيك مبدئيا شو نحن قدرنا اضفنا معلومات للصوره. لو جبت ايد دمج بتغير سكيل بتاعها، بتصغرها تكبرها، طبعا لو ديرها روتيت ليفت رايت وهكذا، تخيلوا برنامج فوتوشوب وحاجه اسهل، روتيت ليفت وروتيت رايت. تمام، كرب قلنا كرب هو عبارة عن تاخذ جزئية بس اللي تبي تعرضها والباقي شنو، بدل ما تخش على الفوتوشوب وتبدا تعدل الورد بريس يخليك تعدل من هنا. لو قلنا ايدت اخرى نشوف حاجات زي فليب تخليها مقلوبة فوق تحت، فليب هورزونتال زي المراية تخليها معكوسة. في بعض الاسبكت ريتو تقدر تعدل عليه، لو تبيها مثلا دي زي السكريتش مثلا تخليها مثلا طولها بالعرض او بشكل معين. طبعا التعديل هذا تغذيف على الصور كلهن، انا قلنا الصورة هي عبارة عن ثلاث صور، عندنا الثمب نيل والميديوم سايز واللارج سايز. دون عارف الجد محاضر الثمب نيل، طبعا هي الصورة المصغرة هذه في عندنا، لو دلنا هذه كابي دلنا سيف ايمج مثلا على ديسكتوب، مش نفس الصورة هذه بتاعتنا. تمام، لما تكمل دي شنو كاسل انا تو عندي صورتين صح، هذه حجمها 10 كيلو وهذه حجمها كم، حجمها 3 كيلو. ليش هذه اصغر؟ لان هذه عبارة عن ثمبنيل، الصورة الصغيرة هذه ثمبنيل، دائما الورد بس كل ما يرفع في صورة فعندي ثمبنيل وعندي الصورة الحجم العادي. ضفنا توا الصورة. تمام، بس الصورة هذه بنحطوها نحن شنو في محتوى بوست معين. طب في حاجة أخرى نوريكم الليست، الفرق بين الليست والجريد توين عليها في المحاضرة توا. لما يقول لك أن أتاش متى هذه الصورة مش موجودة على أي بوست معين، عندي صورة البلايستيشن أنا موجودة على نيو جيمز فهذه، فيقول لك وين موجودة، لو دوت دي أتاش تفصل على الصورة على البوست بتاعك، تقدر تعدي فيه حاجات سهلة جدا. باه لما أنا بضيف بوست معين نخش بوست وبعدين ندير شنو اد نيو، المفروض تو شنو نخش على صاحبنا الجوتنبرغ. طبعا الديفولت نتاعي انا شنو الكلاس كريتر، ما بيش نستعمل كلاس كريتر، ندير سويتش تو بلوك اديتور. لو انا من يوم غادي من بستعمل هذا الافتراضي، نعدي السيتنج ونعدي بعدها للرايتنج، نختار الديفولت نتاعي انا البلوك اديتور. لو زريت هذا بلوك اديتور وديت له سيف تشينجز، عدينا بعدها للبوست ودرت شنو add new post، مفروض هو يفتح لي الجوتنبرغ editor بدون ما يفتح لي الكلاسيك editor. قلنا ملاحظة تقدر تخليها full screen او تغير في حاجة معينة، بالنسبة لل هذه تقدر تخليها ضفيها full screen عندك الداشبورد اللي عندك هذا، خلوا وقتي. تمام، به تو انا بضيف حاجة اسمها شنو هي تاتشي
تاتشي كاميرا. شباب لو تضيف عنده محتوى معين بدون ما بضيف عندي محتوى معين بدون ما شنو بدون ما تضيف كود معين تعبي كود معين في طريقة خلاص شنو لورم إبسوم. لورم إبسوم هي رينج معين من ال وعبارة عن زي اللي يعبي لك الكلام يعبي لك الموقع بتاعك كلام عشوائي كلام تكست عادي بس ما فيش معنى لتسهيل عملية الإدخال. مثلا ودت أنا أد بلوك ودمنا أنا لورم إبسوم شفت وضع اختار هذا ونحطه هنا نختار لورم إبسوم نختار لورم إبسوم فيبقى شنو يعبي لي البوست بتاع. تقدر تختار بعض من دير عندك لورم إبسوم أو تدير لك كولوم مو في حاجات ما يديرها به. بالنسبة لي أنا توا شنو عبيت توا شنو كل الكلام به بضيف صورة معينة أنا ميديا بتاعي أضيف نقطة البلس وبعدين اختاروا إيمج ما نبيش نختارها من URL أنا بنختارها من الميديا بتاعي نختار ميديا لايبرري نختار الكاميرا بتاعي ونديرها سيلكت تمام. هذه الكاميرا بتاعي شباب لو تدخلوا الكاميرا انتو هنا في طريقة معينة تبدلوها كيف تخلي الكاميرا تجيني هنا به هذه بيخليها الكاميرا هم وقت حط الكاميرا هذه وسط الكلام انا كيف الوقت انا بس هنختار الكاميرا بس بنحطها في النص بيخليها شنو اللاين سنتر وبعدين تمام كيف هي مكتوبة حتى الكابشن بتاعها مكتوبة شنو كاميرا تمام. هيك توا الشباب ضفنا ميديا او كاميرا معين لو تبي تدير تاج تضيف تاج على الخبر انت حر في الاخير او بتحطها كاتيجوري معين تقدر تعدل عليه كيف ما تبين عليه في محاضرة الفات تمام. انا بس التاج اللي بدير انا بضيف حاجة اسمها شنو هيتاتشي اوكي بعدين بالفاصلة هيطلع لي شنو هيتاتشي اوكي يلا ببلش تدير ببلش ومنكم حاجة فوت ببلش تو يلا بريفيو قبل باش تأكد كويس بعدين يدير ببلش. طب هذه الكاميرا بتاعي تاتشي وهذه كاميرا لوطا باي سبب هذا بالنسبة لهيتاتشي. في ملاحظة بس نبوري كم انا بدل ما تعرض الكلام كله في البوست هذا اللي قدام هناخدوها تعرض مثلا جزء منه وبعدين شو نجي له read more. بالنسبة لو عندي انا مثلا بنضيف انا read more تقدر تضيفه عن طريق شنو البلس وتكتب انا read more تحطه عن وندير بعدها preview سكر وضع ندير preview وبعدين new tab وبعدين شنو بيطلعني تو يطلعني هذا البوست بتاعي ريد مور مش هيطلع معي هنا لان انا بوست كام انا طلعت معي ريد مور بس نحن طبعا ريد مور هذه استعملناها طريقة غير صحيحة مفروض ريد مور لما نحطها هنا تلغي هذا كله مبدئيا تو نشوفوها هذه المحاضرة الجاية ريد مور بتاعي هنلغيها تو ريد مور مش هنسحق لها تو ريموف ريد مور اوكي شباب تو بيكم ديروا ببلش اللي قاعد اريد مو اشوف شنو بيصير ريد مور خلوه هنا دير ببلش باي دير ريفيو البوست بتاعي ريد مور هاي مازالت فيها اشكالية تو نشوفو المحاضرة تمام بخش تو نعمل مثلا على الداشبورد خش على الهوم تاعي بخش على الهوم كيف خش على الهوم زايد اي سي ام بنختار انا اي سي ام فيو سايت نبي الهوم تاعي هذا عندي هيتاتشي وعندي تو انا الصورة تاعي الريد مور هذه ما زالت عندي فيها اشكالية تو نشوفها ونعطيكم المحاضرة الجاية لو عندي الصورة تبي تفصلها انت من البوست بتاعك نخش مثلا على ردوا على الداشبورد بتاعنا نخش على الميديا واللايبرري بعد تلغي الصورة عندك ديليت بيرمنت اللي يمسحها لك برا الموقع بتاعك او في حاجة اخرى بس انا بدل ما دير
اوكي لو دلنا delete permanently هيمسح لي شنو الصورة من الموقع بتاعي، ولو خشينا على الموقع بتاعي view site يتشاتي كاميرا هنلقوا الصورة بتاعي كيف صار كام زي قد في ملاحظة نتوقع انها مازال محتفظين بها في CSS. لو دلنا copy ودلنا new incognito هذا تاع البراوزر وندير paste ونشوف شو بيطلع ما زال قاعدة تقلنا قصة. تمام الكاميرا مش قاعدة ليش؟ لأن دلنا الكاميرا في الجزء الأول لأن شنو قلنا يا شباب؟ أن في لو خريطة CSS عندي كاش محفوظ بها قاعدة في البراوزر ذاكرة البراوزر. بدل ما ديك كلير كاش افتح متصفح جديد او افتح الانكوجنيتو هذا بتاع جوجل برايفسي هيقول لك الصورة مش موجودة عنده. لاحظت حاجة شباب بعد هي كاش ليش؟ لان الصورة مش موجودة عنده فطبعنا الالترنيت الكابشن بتاعنا قلنا عليه انا زي الفيفا لو ما جاش الصورة بيطبع الالترنيت التكست اللي ضفناه احنا في الصورة نفسها. طبعا هذه ممكن تقعد كاش تقعد معنا فترة حسب بعدنا فش فترة. تمام عندنا اشكاليه الريد مور هذه تم ناخذوها لقدام مبدئيا هيك تو عرفنا كيف نضيف صوره نمسح صوره ونعدل في صوره. طبعا تقدر تضيف حتى ملف بي دي اف لو نضيف مثلا صوره بي دي اف فيديو اي حاجه نضيف ميديا نضيف اد نيو نختار مثلا سيلكت فايل ونختار مثلا ملف بي دي اف خلينا نشوف حاجه كي المحاضرات بي دي اف مثلا عندي في السي في شابتر سي عندي لوبينج هذا ترى يبدا شنو يدي الابلود يدي لك كابي تويرل هذا اللينك بتاعي ترى اللينك بتاعي لو عندكم اللينك بتاع اللينك هذا تزرع يفتح شنو بي دي اف مفروض يشتغل اللينك تمام لو بدي الاديت انت في بيانات معينه تقدر تغيرها زي الكابشن المعلومات الأساسية الوصف الملف بتاعك وأكثر هنكتب هنا looping ونكتب هنا شو c looping مثلا ونديها شنو update لو نبرد على البوستنا والبوست اللي عندنا مثلا نختار بوست معين مثلا أحمد هذا ندير edit في البلوك editor كاتب في احمد ليبيا وحاجة طريقة لو بنضيف انا ندير اد وبعدين شنو نكتب الفايل بتاعي بعدين نختار انا احمد مش صورة هو عبارة الملف عندنا مش صورة هو عبارة عن شنو عبارة عن ملف بدي افتخش على الميديا لايبر بتاعي هنختار انا الفايل بتاعي ونديل له شنو انسرت سليكت تمام طبعا داونلود مانجر طلع لي انا مش ندير ابديت بعدين ندير بريفيو ونخش توا طبعا داونلود مانجر او ميجا بي دي اف في الموقع يبدا ينزل ففوت توا هذا ليبيا المفروض الملف بتاعي تلقى اسمه لوبينج هذا اليو ار ان بتاعه وهذا لو ديت له داونلود توا حيطلع معايا الملف بتاعي لو زرينا مثلا بزر حاجة اخرى ندير اد ندير مثلا نضيف حاجة اخرى ندير اد نختار مثلا هذه image هذا تي image نختار image هذه نختار media library اوكي قبل ما ناخذ انا الفايل عن طريق الامج فقال لك شنو هو قال لك البي دي اف مش موجود ضمن الامج معين لانه هو بي دي اف مش سوء لحظة بس على السريع مبدئيا هيك تمام يا شباب تبدير ابديت بريفيو اي حاجة نسكر مثلا دوان هذا الامج ماني بيهاش فنديل شنو تختار اي حاجة اخرى مثلا داشبورد يقول لك want to leave without saving ديلا yes leave هذا باختصار شابتر يا شباب الميديا بلاير ان شاء الله بكرة حنكمل محاضرتنا وان شاء الله حناخده ممكن البيجز والصفحات الموجودة في الويب ووردبريس مبدئيا يا شباب تمام بكرة إن شاء الله هنتفقوا على موعد الامتحان متفقين يا طلبة